الحقيقة الناس النهاردة بقالها كام يوم بتتكلم عن تصريحات وترندات غريبة، والحقيقة عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده، ولا أهالينا وأمهاتنا وجدودنا ربونا ولا علمونا الحاجات دي. واحدة تقولك الست مش ملزمة تطبخ لجوزها، وواحدة تانية تقولك الست مش مجبرة أو مش مجبورة تربي عيالها. طب ما تسيبوا الستات في حالهم يا جماعة، سيبوهم يشوفوا بيوتهم وياخدوا بالهم من أجوازهم وولادهم. هما مضايقينكم في إيه؟ هي الأم لو مش هي اللي ربت وطبخت وذاكرت واهتمت ببيتها وولادها، أمال مين المفروض اللي يعمل كده؟ أمال أنتم اللي بتقولوا ده مين اللي رباكم؟ مين اللي كبركم؟ مين اللي كان بيعمل لكم الأكل في البيت؟ أرجوكم كفاية تسخين في الستات وكلام في الأي كلام عشان تبقي ترند وخلاص. الشيء الأغرب من كده إن نفس اللي بيقولوا التصريحات دي هم أول ناس بعد كده يرجع يقولك أو ترجع تقولك هي نسبة الطلاق زادت ليه؟ مش عارفين زادت ليه؟ بجد والله زادت وهتزيد نسب الطلاق بسبب كلامكم، بسبب إننا بقينا ننسى أصلنا وعاداتنا وتقاليدنا والأساسيات اللي كلنا اتربينا عليها في بيوتنا ومن أمهاتنا، وبقينا نقول كلام مش متعارف عليه. رسالتي لكل بنت وست بتتفرج عليا دلوقتي، ربوا عيالكم زي ما أمهاتكم ربوكم وزي ما أمهاتكم اتربوا، وما تسمعوش كلام أي حد، وما تخربوش بيتكم بإيدكم. وزي ما قلتلكم قبل كده، تخرب بيتها بإيدها أو الواحدة تقول لها مش عارف إيه فتروح تخرب بيتها، اللي قالت لك وحرضتك وسخنتك دي مش هتجيب لك عريس ومش هتنفعك بحاجه. دور الام معروف، امهاتنا معروفين عملوا ايه معانا، وجداتنا عملوا ايه مع امهاتنا. دي التربيه اللي بنتكلم عنها، ده دور الام في البيت، تطبخ، تربي، تهنن، تدلع، تهتم باولادها، تهتم بجوزها، تشوف هم محتاجين ايه ويتمنوا ايه تعمله. دي الأم ودي الستات اللي احنا تربينا عليها، ما تسمعوش أي حد يقول لكم أي حاجة غير كده.